هاي شخير مشكلة بيعاني منها الأشخاص يلي ما بيشنخروا وهن يلي بيسمعوا هالأصوات، وبيشكل الرجال النسبة الأكبر من الأشخاص يلي بيشنخروا. مركز براءة الاختراع الأوروبي بيسجل وجود 1306 براءات اختراع بيضموا كلمة شخير بعناوينهم. يعتبر الشخير ممنوع بولاية ماساتشوستس الأمريكية إلا إذا كانت الشبابيك مسكرة بالكامل والصوت محصور. دراسات الأخيرة بتعتبر إنه الوراثة ممكن تلعب دور بالشخير، وإنه الأشخاص يلي بيلبسوا كلسات عاليين بيوصلوا لتحت الركبة خلال النهار بيشنخروا أقل من غيرهم بالليل. زيادة الوزن، شرب الكحول، وتناول الأكل بوقت مأخر هن من الأسباب الأساسية للشخير. مين قال إنه عدد كبير من دعاوى الطلاق بعدة بلدان حول العالم تحتوي على كلمة شخير؟ أنا قال. بشوفكم بكره.